وحكاياتهم ورواياتهم ويقولوا لكم ازاي وامتى ابتدوا المشوار. فارس حول العالم ليه فنونهم نورت كل الوجود وإرادتهم كسرت كل القيود والطريق كان صعب لكن بدلوا الأشواك ورود يلا فكر يلا فين انت نجم في اي فن يلا فكر يلا فين انت نجم في اي فن انت موهوب ولا دارس ولا مش خريج مدارس يلا قول ازاي قدرت تبقى نجم وتبقى فارس فارس حول العالم لف الدنيا ودار ادي حواء ودي ادم قاعدين في البطوار هيقولوا لكم ذكرياتهم وحكاياتهم ورواياتهم ويقولوا لكم ازاي وامتى ابتدوا المشوار فارس حول العالم يلا بينا يا فارس اركب حصانك واحكي وقول أهم أخطارك قول وقول وفتش في أفكارك ويكون عنواننا الصراحة والوضوح والباب المفتوح فارسنا مغوار وشديد وفنه عظيم وقراره عنيد ويحب يعيش كل جديد يلا يا فارس يا ابو الفوارس صول وجول واسرك حصانك ده برنامجنا ده لك وجمهورك جه عشانك الفنانة ونجمتنا الحلوة ليلى طاهر ليلى اهلا بيكي معانا اهلا وسهلا مستعده تكوني معانا فارسه حول العالم مستعد نبتدي الاول ونقول مدام ليلى نجمه تالقت في سماء الفن في السينما والمسرح والتلفزيون بس يا ترى المسرح والتلفزيون خدوكي من السينما ولا السينما اللي بعدت عنك لا الحقيقه انا اللي اخترت والله يعني انا بدات في السينما وكان ممكن أستمر في السينما والحمد لله كنت حققت اسم ونجاح بس في فترة بعد فترة صغيرة جدا من اشتغالي في السينما بدأ الإرسال التلفزيوني في مصر وبدأ يبحث عن ممثلين يعملوا فيه ويكونوا شوية معروفين يعني فأنا ما كنت من الناس ديت والحقيقة أنا رحبت قوي بالمجال الجديد ده وكان في نوع من الإبهار ليا والمغامرة وحب البناء يعني انا قلت انا داخله اشارك في بناء شيء يعني فانا رحت مندفعه بكل قوتي للتلفزيون فالسينما زعلت مني شويه قالوا لي لا اللي عايز يبقى نجم سينمائي لازم يتفرغ للسينما وبس لان التلفزيون بيحرق الممثل والناس بتشوفه في البيت من خلال الشاشه الصغيره فهينزلوا يروحوا له السينما ليه طبعا انا ما اقتنعتش قوي بالفكره دي وبيني وبينك انا يعني حسبتها كده لقيت ان السينما لها نجوم كثيرات نجمات كثيرات التلفزيون لسه ملوش حد فانا ممكن اتربى عليه مثلا الادوار التمثيليه في السينما ممكن بعض منها انا مش هعمله او ما يناسبنيش لكن في التلفزيون في نوع من القيود اللي بتخلي كل الأدوار ممكن أديها
فعليا اختار بقى، فاخترت. لو قلنا المسرح ومسرحيات جميلة جدا وشهيرة قدمتيها، أين ليلى طاهر من المسرح الآن؟ أنا موجودة، بس نوعية المسرحيات هي اللي اتغيرت. يعني احنا لما نشوف مثلا المسرحيات اللي أنا اشتركت فيها كلها كانت أعمال محتاجة لممثل، ممثلة وممثل يأدوا دور في شغل وفي تمثيل وفي موضوع وفي هدف وفي وفي وفي. النهاردة شوية الحاجات دي كلها رجعت لورا، وبقى اللي في الواجهة الترفيه. يعني نكت ورقص وغنى وقفشات وحاجات كده، يمكن محتاجة لنوع تاني غيري أنا. طب من خلال المسرح القومي؟ والله لو تعرض علي أي عمل أنا ما عنديش مانع، بدليل أن أنا من حوالي 3 سنوات مثلا أو يمكن أكتر شوية عملت مسرحية برضو للدولة اسمها الزواج تأديب وتهذيب وإصلاح مع الزميل عزة العلايلي، وأنا فرحت بيها جدا وفعلا نجحت قوي قوي والجمهور كان مستمتع بيها، فأنا ما عنديش مانع. وكان في إقبال جماهيري قوي قوي قوي. يبقى ياريت بقى تجربة جديدة كده إن شاء الله. أنا منتظر. طب لو قلنا في جيل جديد في الفن في مجالات السينما والمسرح والتلفزيون، كيف ترى ليلى طاهر الجيل الجديد من ناحية النجومية المؤهلات الفنية؟ شوفي، هو في كل وقت بيبقى فيه نجوم كتير بيحبوا يشتغلوا في الفن، لكن مش كلهم بتتوفر فيهم الشروط المطلوبة عشان يبقى نجم يستمر. لأن ممكن النجم يطلع النهاردة وبعدين ينطفي، وفي نجم بيفضل منور على طول وفي نجم بيستمر. فطبعا النجوم اللي موجودة حاليا فيهم اللي حيبقوا نجوم لفترة طويلة وحيلمعوا قوي قوي، وفيهم اللي حيولع ويطفي بسرعة. وده بيرجع بقى لقدرة الفنان ولا لإصرار واستمرار ولا الاثنين مع بعض؟ لعدة حاجات. يعني أولا القبول الجماهيري ده مهم جدا، وده بقى ملوش دخل، البني آدم ملوش دخل فيه. يعني دي حاجة بتاعت ربنا إن الواحد الناس تحبه أو تتقبله أو تحب تشوفه، ولو غاب يسألوا عليه ويقولوا هو فين. ده قبول. وبعدين الموهبة. في واحد عنده موهبة فنية وفي واحد ما عندوش عايز يمثل بس الموهبة مش موجودة. في مثلا بعد كده الذكاء بقى والاختيار والإصرار وحب العمل نفسه. يعني أنا ما أحب شغلي هبقى مخلصة فيه قوي، هبقى صادقة في أدائي، هنقي عمل كويس، حجري ورا العمل أكتر ما أجري ورا الشهرة ورا الفلوس. دي حاجات تساعد على الاستمرار. جميل. طب لو سألت عليك النجمة الأكثر جاذبية في المسرح الآن؟ قولي الآن. صعب؟ لا، يعني المسرح، أصل أنا المسرح في نظري هو المسرح، مش مسرح المنوعات اللي هو موجود حاليا. لا، أنا بقول المسرح هو المسرح بتاع المسرحيات اللي كانت في سناء جميل وسميحة أيوب وشويكار وسهير البابلي ورجاء حسين، ويعني كتير. وأنا يعني دي ده المسرح. إنما النهاردة يعني هو بيعتمد على نجوم، ونجوم حلوين جدا، بس لازم يرقصوا ويغنوا ويتنططوا ويلبسوا مش عارف ايه وكده. يعني هم دول لو اعتمدوا على التمثيل هيبقوا حلوين، لكن مطلوب منهم ده، مطلوب منهم المنوعات. طيب في السينما النجمة الأكثر جاذبية؟ السينما الحقيقة نبيلة عبيد عملت أعمال جميلة جدا جدا، وكانت محسنة في اختيارها الأعمال اللي بيكتبها يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس والكتاب الكبار واختيار المخرجين. فكانت أعمال فعلا جميلة. يعني أتمنى أنه كله يستمر على هذا النهج. يعني جميل. مدام ليلى بقى، حضرتك قلتي إيه النجم اللي ممكن يفضل منور؟ احنا شايفينك منوره سواء في العمل الفني او في الحقيقه، ما شاء الله زي القمر. كسفتيني وشي احمر. ها
حضرتك قلتي في كلامك النجمة أو النجمة اللي تفضل منورة على طول، فإحنا الحقيقة شايفين مدام ليلى طاهر منورة سواء في الأعمال الفنية أو في طبيعتها وجمالها، وحفظك على رشاقتك وبشرتك الحلوة. أنا عايزة بقى تقولي لي الرشاد إيه اللي جاي؟ على فكرة أنا بتكسف يعني بجد أنا خجولة ميرسي. يعني أنا متهيألي حاجات كلمي كده كل ست وقولي لها، بقول أنا ماليش دخل في المواضيع دي. يعني هو في ناس تقول إيه لازم الواحد يعمل ماسك كل أسبوع ويجيبوا لبن وحطوا عليه عسل ويحطوا اللبن والعسل والمش عارفة إيه ويحلغمطوا وشهم بيه ويقعدوا بقى والحاجات الحلوة تقف على العسل، وفي اللي يحطوا خيار وقوطة وسلطة على وشهم، وفي أشكال حاجات كتير جدا أنا بسمع عليها. لكن الحقيقة أنا ولا أعرف حاجة من دي خالص خالص خالص. يعني كل مهمتي في الحياة إن أنا أغسل وشي بمية وصابون كويس قوي قوي، وأشيل كل المكياجات اللي عليه وأديله فرصة يتنفس الهواء بتاع ربنا وبس. ما النوم ساعات كافية مثلا يعني هو السلوك البشري بيأثر قوي على الوش. يعني ساعات النوم، نوعية الأكل، استهلاك الإنسان لنفسه. يعني ممكن أنا أحب أخرج وأسهر وأتفسح وأستمتع بالحياة، إنما لازم كل حاجة بحدود. وخير الأمور الوسط بقى مهمة هو ده. جميل. بتهيالي كمان مشاعرك رقيقة جدا، بتفتحي يا ترى قلبك بسهولة للناس؟ يعني هو مفتوح على طول أساسا، يعني هو مفتوح. ساعات بقى يعني أستشعر حاجة كده تروح قافلة مواربة الباب شوية. برضه ما بيتقفلش؟ لا بيتوارب يعني. طب بتحافظي على صداقاتك القديمة؟ قوي والله. ساعات الظروف تمنع الواحد ان هو يتصل بالناس حبايبه اللي كان يعرفهم من زمان، او زملاء دراسة او زملاء عمل او جيران او معارف، لكن بفضل فاكرهم وفي قلبي. ولذلك لما قابل حد منهم صدفة مثلا تلاقي الفرحة عليا، ويمكن ابقى ناسية الاسم وافرح قوي لما اشوف حد انا عارفاه ده يعني. وابقى سعيدة جدا جدا يعني. طب في الوسط الفني من ابناء جيلك؟ احنا بنتقابل في الشغل كتير، وطبيعة عملنا بتفرض علينا ان احنا كل عمل نبقى أسرة العمل هي أسرة حقيقية، ونبقى على اختلاط ببعض ونقابل بعض ونبقى عيلة كده. اول ما يخلص العمل نتفشكل، كل واحد يروح لعمل تاني ويبقى له أسرة تانية. المهم بتتقابلوا، لقاءات بتكون جميلة. ما احنا بنسعد بقى بمثلا مهرجان السينما نتجمع فيه، مهرجان مسرح، مهرجان تلفزيون. يا ريت فين بس، احنا ساعات بينسونا برضو. لا ازاي ما تتنسوش. طب مدام ليلى، عايزه ارجعك كده لورا شويه وتفتكري اول نجاح في حياتك. نجاح فني؟ هو اول فيلم. اول فيلم يعني انا كنت داخله السينما وانا بترعش خايفه خالص. يعني انا كنت بحب التمثيل على طول على طول، من يوم ما اتولدت بحب حاجه اسمها تمثيل. بس ما كانش في اعتباري ابدا ان انا اكون ممثله، يعني انا بحبه لنفسي. في المدرسه اشترك في فريق التمثيل، بعد كده في الجامعه برضو اشتركت في فريق التمثيل، في البيت اعمل مع اصحابي واخواتي فرقه تمثيل ونمثل. اي فيلم اروحه احفظه واجي امثله في البيت تاني. يعني عمليه مبكره. يعني حب ذاتي ملوش دعوه باحتراف او بحاجه، لغايه ما جت الفرصه انه اشتغلت وانا لسه في الجامعه في السينما. فكنت داخله بقى بترعش، لانه هنا بقى اكون او لا اكون وكان اول فيلم عملته كان مع الاستاذ الكبير فريد شوقي. مش ممكن يعني انا والملك حته واحده كده وجها لوجه على طول. ومعايا مين كمان؟ وحش الشاشه محمود المليجي، اتنين عمالقه قدامي، وعبد الوارث عصر وعبد المنعم ابراهيم. يعني شيء رهيب. فاكرة اسم الفيلم؟ أبو حديد لا يمكن أنساه. نسيش. ده أول فيلم في حياتي، والحقيقة بعد العرض الأول حسيت على طول بالنجاح وبأن الناس متقبلاني. وده في حد ذاته نجاح كبير بالتأكيد. طيب لما قابلتيهم ولسه وجه جديد، ذكرياتك أو اللي استفدتيه من كل الأبطال الكبار دول؟ أنا كنت بقعد في ركن. يعني طبعا انا ما كانش ليا الجرأه ان انا اروح داخله فيهم كده، انا فين وهم فين يعني. فكنت مثلا ادخل اعمل مكياجي
وبعدين اقعد في ركن كده واقعد ابص عليهم واتفرج واشوف بيتصرفوا ازاي، بيتكلموا ازاي، لما مشهد بيتمثل بيمثلوه ازاي. إيه الحقيقه الاستاذ فريد شوقي استاذ عظيم، يعني هو حس ان انا قاعده كده متابعه ده. فمره كانوا قاعدين بيتغدوا في البريك ولقى قال انا فين ليلى، فقالوا له ما هي بتتغدى. قال لي تعالي هنا، انت مالك عامله منعزله ليه؟ تعالي اقعدي في وسطنا كده وكلي معانا، شوفي النهارده عاملين سمك مش عارفه. كنا بنصور في ابو قير وقتها على البحر وعاملين بقى سمك ومش عارفه ايه، طبعا اكله بحريه. وقعد ايه يجرجرني في الكلام ويشاركني معاهم في الحديث عشان افك وتاخدي عليه واخد عليهم. وفعلا يعني فعلا حسن. انا بصيت لقيت نفسي قاعده مع اخواتي واهلي ومش مش اساتذه بقى ما يعني طالعين فيها او نجوميه مش عارفه ايه اللي بنسمع عليها اليومين دول. لا لا ابدا، يعني كان في احتضان لاي حد جديد بيطلع، وده طبعا ساعدني كتير قوي بالتاكيد. بعد كده بقى مثلا المشاهد اللي بتاديها في نفس الفيلم حتى اكيد بقت فيها اكثر جرأة، معرفه طبعاً بظروف العمل مش كده؟ افتكر كده نادره حصلت في الفيلم ده. كان مفروض باجي في الملاحات كده انا راح انتحر، يعني ايه حدث كده حصل في الفيلم. فانا بروح نازله جاريه في الميه وانا لابسه فلاحي واجري وفي الميه عشان انتحر واغرق. فيجي فريد شوقي جاري يشيلني، ينتشلني من الميه ويشيلني، بيمشي بيا بقى الميه. وبعدين الفتره ما يعني الارض حته طويله لغايه ما يوصل لكوخ ويدخلني فيه كده. فتم المشهد بنجاح الحمد لله وغرقت. ودخل فريد شوقي انقذني من الميه. تعرفي تعومي ولا لا؟ لا ده انا كنت هغرق بجد على فكره بقى، بالمناسبه يعني خبر. لان انا نسيت روحي ودخلت جري جري مندمجه قوي، فدخلت في دوامه. دي صعبه، فكنت يعني ثانيه وباي باي. فلحقني فريد شوقي بالصدفه طبعا وشالني وخرج بيا من الميه ومشي بيا. طبعا انا لابسه هدومي كامله والهدوم دي غرقت ميه فبقت تقيله قوي، وانا وزني برده مش بطال يعني. شالني بقى كده ومشي بيا رايح على الكوخ ده لغايه ما بقى ظهره للكاميرا وماشي مستمر. ما بقى ظهره للكاميرا بقى وما فيش ميكروفون ولا حاجه. فهو شالني كده قال لي انت وزنك كام يا مدام؟ حرام عليك. بعدها عملت رجيم على طول. هل لما بتقعدي قاعده عائليه مع اولادك بتقعدي بقى تفتكري النوادر والحاجات الحلوه دي؟ بفتكر، بس بقى وانا معاهم بفتكر نوادر اسريه. ايوه زي ايه بقى؟ انا مش معقول انا طول ما انا قاعده مع اهلي هتكلم على الفن، يعني لازم حته تبقى بتاعتهم هم بقى. شويه كده وشويه كده وشويه كده، هم يكلموني عن الفن وانا اكلمهم عن طفولتي، اكلمهم عن طفولتهم هم، عن الحاجات اللي حصلت، النوادر كانوا بيقولوا ايه، بنتعامل مع بعض ازاي كده، عشان لازم يبقى في ترابط اسري مش كله شغل شغل. دفء يعني العلاقات الاسريه مهمه قوي قوي في حياه ليلى طاهر. هي كل حاجه، يعني انا بقول انه يمكن علاقاتي الاسريه وارتباطي باهلي قوي ده برضو جزء من اللي نمى فيا الحب لكل الناس. لانه انا عايشه في جو كله حب، انا بحب اهلي قوي، هما بيحبوني قوي ومرتبطين بوعد قوي. فده خلاني يعني انا محبه لكل الناس، مفيش عقده مفيش حاجه، مشاعر جميله الحمد لله. وعلى فكره ده برضو سر الجمال في الداخل بينطبع على الخارج. يمكن نسأل اكيد صح مظبوط. شكرا قوي، شكرا ميرسي، فرجنا يلا الصندوق علشان نفرح قوي ونرق صندوق الموسيقى. افتح الصندوق. بتحبي تسمعي الاغاني القديمه ولا الحديثه؟ بسمع ده وده، اصل ده له وقت وده له وقت. والله طب ازاي بقى؟ يعني الاغاني القديمه دي في وجداننا، يعني مش هنقدر نطلع منها ولا ننساها وعايشه معانا. حتى يعني وانا طفله كنت بسمع اغاني برضو ام كلثوم وماما وبابا وعمامي ويمكن جدتي
يسمع يعني بسمع حتى لغاية وسيد درويش ومش عارفة إلى حاجات القديمة حتى اللي مش عارفة أسميهم. أي. كان في جو يعني هم أهلي متزوقين للفن فكنت بسمع كتير. فطبعا الأغاني القديمة عايشة معنا. النهاردة في أغاني جديدة لذيذة وحلوة وفي أغاني لا تسمع. يعني لا تسمع. اسمها أغاني لكن هي مش أغاني خالص ولا ليها دعوة ولا حاجة. ففي أغاني لذيذة دلوقتي وسريعة وحلوة ودمها خفيف أحب أسمعها. وقت إيه قاعدة بقى رايقة وقاعدة كده لوحدي عايزة يعني أستمتع أسمع القديم بقى وأقعد أستمتع كده وأعيش فيه. لما أكون مسافرة وراكبة العربية أحط الأغاني الخفيفة والتسالي وديها تسالي بقى. هم موافقين على فكرة على كده، هم بيتسلوا زي برضه. عموما احنا معانا صوت جميل الفنان المطرب حسن فؤاد. حسن سمعت رأي مدام ليلى؟ طبعا. عموما هو فنان شاب ومطرب جديد لكن الحقيقة أنا ملاحظة أنه بيراعي القديم يعني. لا أنا أقول لحضرتك حاجة يعني والكلمة الحلوة واللحن كمان جاهز يعني. يعني أنا عايز أقول أنه كل عصر له ظروفه ويمكن كل عصر بيبقى فيه الحلو وفيه الوحش. يعني مش عايزين نجزم أن كل اللي كان زمان كان كله حلو، لا كان برضو كان فيه حاجات مش حلوه. يعني في يوم من الايام الاستاذ عبد الوهاب مثلا غنى فيك 10 كوتشينه في البلكون. لا بس هو مش توعيه الغنوه ولا وحشه، هو في مطربين ما هو ده كلام برضو ما فيش صوت يعني ولا في يعني هو لا انا مع حضرتك طبعا زيطة. انا مع حضرتك يمكن عايز اقول برضو ان في اصوات حلوه وفي اصوات طبعًا وحشه طبعا وده حال كل عصر يعني مش عصرنا احنا بس اعتقد. طيب بقى لو قلت حرصك على تقديم اغنيه مواصفاتها تكون ايه؟ انا دايما بقول ان اساس اي عمل ناجح الكلمه الموضوع اللي بيتقدم ايه الجديد اللي متقدم في الغنوه دي. لازم يبقى فيه موضوعيه في الكلام، ما تبقاش مجرد كلمات مرصوصه جنب بعضها، لازم يبقى فيه كلمه حلوه يعني حاجه تخاطب الوجدان، لان في الاول وفي الاخر لا يبقى من العمل الا الكلمه او الفكره اللي بيقدمها. بس جميل. طب بس اللحن كمان، اللحن مهم جدا. هقول لحضرتك حاجه، الكلمه اول حاجه بتجذبني للغنوه. طب الجمله الموسيقيه نفسها الجمله طبعا انا مع حضرتك وبعدين اسمع الكلمه بقى. بس هقول لحضرتك حاجه، ثقي تماما ان لو الكلمه مكتوبه حلو الشاعر الملحن هيستخسر انه يعمل جمله مش كويسه، وكذلك الراجل اللي بيوزع وكذلك اللي هيغني الغنوه اكيد هيحاول على قد ما يقدر يبذل مجهود يطلع بالظبط كده بالظبط كده بالظبط. حط الشمبر شيل الشمبر بص كويس بالنضارة دقق أكتر شوف المنظر خلي في قلبك يلا جسارة نضارة سحرية نضارة سحرية نضارة بيضة ونضارة سودة ونضارة وردية. تلبسي أول نضارة إيه مدام ليلى؟ الوردية طبعا. الوردية تفاؤل على طول. أنا عايزة أشوف الدنيا بندي. الله. طب قولي لنا بقى البسيها دلوقتي وشايفة إيه؟ متعينا معاكي. شايفة لبست النضارة الوردية. شايفة مصر كلها ورد. شايفاها جميلة. زي الصورة اللي أنا عايزاها. يعني نفسي أشوفها كل بيت متزوق بالورد، كل شارع فيه خضرة وفيه زرع وفيه ورد. فيها جمال، كل العمارات فيها حتة الذوق والفن والجمال، ما هياش صناديق مبنية. يعني هذا الجمال اللي مصر كانت طول عمرها بتتصف بيه مش عايزين نفقده يعني. فأنا نفسي أشوف مصر كلها جمال وورد. الله. نضارة سحرية نضارة سحرية. حضرتك قلتي في نضارة بيضة مش كده؟ هختار النضارة البيضة. خدت البيضة يلا. هو انا اخترت النضاره البيضاء لاني فعلا نفسي كل الناس تبقى تتصف او تتسم بهذا اللون من جوه يعني. يعني البني ادم فعلا يبقى يتعامل مع كل شيء بصفاء، قلبه كده يبقى حابب كل اللي حواليه وكل الناس، لاني انا بقول دايما ان مفيش حد عاش لوحده يعني. الناس بالناس ويمكن
الإنسان عشان ينجح لازم يبقى جواه حلو، جواه أبيض كده، يحب كل الناس ويتعامل مع الناس بحب، بدون ضغوط، بدون ضغائن، بدون أحقاد، ده نجح ليه، ده ما نجحش ليه. فأعتقد يا ريت كل الناس تلبس النظارة البيضة وتشوف الدنيا كده زي ما أنا شايف. ده كلنا هنسعد بيكوا جدا بقى، انا هروح احط ورده على طول. ايوه النضاره السوداء. النضاره السوداء ما نشوفش بيها الحاجات الوحشه، متهيألي كده يعني تروح حجب عن يعني هو برضو احنا على قد ما بنحب بلدنا بنحب ما نشوفش فيها حاجه سوداء. لما بنشوف نقطه سوداء الواحد بيبقى فعلا متالم ومتضايق ونفسه دي تنمحي خالص. انا شايفه نقطه سوداء اليومين دول موجودة في مجتمعنا مستغربة لها لأنها بتنتشر، اللي هي الإقبال على السحر والأعمال والدجالين والحسد اللي نعمله مش عارف إيه، والعمل اللي نفكه معرفش بإيه، ودي بقت يعني إدت فرصة لكتير قوي من النصابين والدجالين إنهم يدعوا العلم ويبتزوا الناس دي ويستغلوا هذا الجهل الفكري. والغريبه بقى ان بعض الناس دول ما هماش جهله، بالعكس ده في ناس مثقفين وفي فنانين واولاد ناس وناس بتفهم، ومع ذلك مسيطره عليهم الفكره دي، ويدوروا على اي حد يقول لك مش عارفه تروح لاسوان عند واحد بيفك مش عارف ايه، يتعبوا نفسهم ويروحوا لاخر الدنيا ويطلع راجل نصب ابن لذينه ولا ست ما عرفش بتعمل ايه وتنيم ايه، ولا واحد يمسكوه يضربوه لما يطلعوا روحه يطلع يعني الحقيقه مش عارفه ايه يعني ظاهره منتشره بشكل زايد شويه. هل بتعتقدي مدام ليلى ان بعض المحطات الفضائيه لما تعمل برامج عن الدجل والشعوذه وطلوع الجن والكلام ده بتساهم في تاثيره اكتر وانتشاره؟ لا، اذا احنا او بتثبت ان هو فعلا، اذا قلنا انه في ناس مثلا كان عندها مشاكل وتحلت في برامج فعلا كانت بكده، يبقى احنا طبعا بنساعد على انتشاره. لكن اذا قلنا ان اللي بيعملوه دول ناس نصابين، اصل هي المشكله ايه؟ ان احنا برضو كناس متدينين وبنقول انه القران ذكر الحسد، وذكر السحر، ولكن الحرام، لكن مين اللي ممكن يعمل ده؟ يعني الحسد موجود، موجود، بنقول يا رب نقرا قران بتاع وخلص وتنتهي العمليه، ما احطوش في دماغي واشغل نفسي بيه على طول. السحر، السحر دي نادرا ما حد يبقى عنده هذه القدره، انما مش كل من هبه ده اروح لمين؟ ده مين ده اللي انا رايحه له ده ويقول لي انا افك لك سحر واعمل لك سحر علشان تشتغلي، واعمل لك سحر عشان فلان يحبك، واعمل لك سحر عشان تنجحي كمان، عشان تنجحي يعني ازاي؟ مين ده؟ درس ايه ولا عنده ولا جايب ده منين؟ لا لا، لازم يبقى الواحد يفكر بعقلانيه اكتر من كده يعني. اكيد. فدي نقطه سودا، نفسي البس نظاره سودا تخبيها خالص او ما نشوفهاش بعد كده. الحقيقة احنا عندنا كمان في البرنامج فرصة نسمع أصوات من السماء. الله، ياريت ياريت، في ناس وحشنا قوي. أيوة، ونجوم وفنانين أثروا جدا في حياتنا وبنحبهم نستمتع بأعمالهم لحد دلوقتي. طيب لو جبت لحضرتك الفرصة دي عن طريق الفانوس السحري. سحري يا فانوس، سحري يا فانوس، مش عايزين جواهر، مش عايزين فلوس، عايزينك تاخدنا لفنانين قدامى. راح تستدعى مين من الفنانين؟ وادعكوا كده يطلع العفريت. ايوه اتفضل. شبيك لبيك، ادعك انا حته زي ما تحب. طيب لما ادعكوا دلوقتي اطلب اي شخصيه تجيلي تيجي. الحقيقه الفنانين القدام بتوعنا احنا عايشين معاهم على طول على طول من خلال اعمالهم وافلامهم وما بننساهمش ابدا. طبعا مش هقدر اطلبهم كلهم مره واحده، فانا هطلب فنان ما اسعدنيش الحظ ان انا اشتغل معاه. الفنان الكبير حسين رياض كده.
هيجي؟ فين العفريت؟ ما طلعش. استاذ حسين اهلا وسهلا. هو وصل استاذ حسين رياض جه؟ فعلا استاذ حسين. يا صباح الخير عليكم، ازيك يا ليلى؟ الله يسلمك. عامله ايه دلوقتي؟ اهو بشتغل زي زمان. يعني الشغل يمكن اكتر شويه، بس زمان كان ألذ شويه. الفرق بين الماضي والحاضر يا ليلى؟ هو الفن فن، واللي بيحب الفن بيستمتع بيه في أي وقت. بس الماضي كان الأعمال الفنية أقل، الفنانين عددهم أقل، فالارتباط كان أكتر. النهاردة بقى الأعمال كتير والقنوات الفضائية كتير، فالعملية اتبعزقت يعني. يعني في صلاح الدين تاني يا ليلى؟ لا طبعاً، صلاح الدين ده متهيألي عمل لن يتكرر. ولو بصينا قد ايه العمل ده تكلف قد ايه، والمجموعة الفنانين اللي اجتمعوا فيه كلهم قد ايه، وكل واحد ما كانش همه ابدا انه يعمل دور صغير او دور كبير، لانه في النهاية هو بيعمل في عمل كله كبير. النهاردة كل واحد بيقول لا، لازم انا ابقى البطل، لازم انا ابقى البطل. ودي طبعا بتخلي النجوم اللي بيجتمعوا في عمل واحد عددهم قليل، ولا ايه؟ طبعا انا مبسوط لانك انت صريحه في كلامك على طول. على فكره ايوه شلش شلش صلاح ذو الفقار صلاح ذو الفقار يا ليلى الله يرحمه. ايوه ما شاء الله، ايه ده كله؟ قولي كمان قولي. ايوه الباكن، ايوه حلاوتك يا نجنج، حلاوتك. ايه ده؟ حلاوتك في البدله الميري. في ايه؟ اهو الدليل، اهو الاثبات، اهو انكربه ربع ساعه من السخير المتواصل واستريو كمان. اسمعي، ايه الهزار البايخ بتاعك ده؟ انت مش عيل صغير عشان تعمل كده. في صلاح تاني؟ مفيش حد بيروح ويبقى فيه نسخة منه أبدا. يعني حضرتك سبتنا وطلعت للرفيق الأعلى، مفيش نسخة تانية من حسين رياض. هو حسين رياض واحد، وبرضه هو صلاح ذو الفقار واحد. ممكن يجي ناس كويسين قوي ويبقوا ممتازين ونحبهم ويتشهروا، لكن ما يبقوش نسخة من حد تاني. الأجور النهاردة يا ليلى بقت عالية قوي للفنان. هل الفنان بيدور على الأجر قبل ما يدور على النص يا بنتي؟ لا، ما أنا أقول لحضرتك برضو حاجة، يعني الأجور مرتفعة بالنسبة للعصر. يعني برضو لما افتكر أنا اشتغلت بكام أول فيلم عملته غير النهاردة، لأن الأجر اللي خدته زمان ما يعملش حاجة النهاردة، مش كده برضو؟ طبعا. يعني زمان مثلاً كانوا بيشتروا البيض بالدستة، محدش بيشتري بيضتين ثلاثة ولا يشتروا، يروحوا يشتروا كل حاجة بالقفص، وده بخمسة تعريفة، وده معرفش فين التعريفة، محدش يعرفها دلوقتي. فإحنا النهاردة لازم نطلب أجر يتناسب مع ظروف الحياة الاقتصادية. أنا من شوية صغيرة كنت سمعك بتتكلمي عن أبو حديد، فاكرة اسمك في الفيلم كان إيه يا ليلى؟ فيلم إيه؟ أبو حديد. أبو حديد؟ أبو حديد؟ نعم. كان اسمي ايه صحيح؟ حدش فاكر؟ محدش يغششونا يا اخوان. لا بصراحة مش فاكرة. أمينة يا بنتي. أمينة؟ طبعا. صحيح، حبيبتي أمينة والله. انت أمينة وأمينة على فنك دايما. شكرا يا أستاذ حسين، بس أنا كان نفسي قوي أشترك معاك في أعمال كده وجها لوجه، نشتغل مع بعض وأسعد بيك وأتعلم منك، لكن ما كانش ليا الحظ. فأنا نعم. تعلمت منك من خلال أفلامك أنت وأعمالك. ربنا يخليك لمصر ودايما تحافظي على فنك. سحري يا فانوس، سحري يا فانوس. طلبت مين؟ أنا طلبت، أعتقد كلنا بنحبه الراجل ده والله، الله يرحمه. مين؟
الأستاذ عبد السلام النابلسي. طبعا جميل. فينك؟ يا عبدو. مساء الخير يا أبو علي. صباح الفل عليك. عامل إيه؟ الحمد لله. أنا شايفك عينيك مزغللة وكلك بقى عرق. أكيد أنت حاسس باللي أنا فيه دلوقتي. أكيد الميكروفون له رهبة كبيرة. طبعا طبعا مش عايزة كلام. حسن. أيوة. علي بابا. علي بابا. أنت بتغني ممتاز وفنان عظيم. الله يخليك يا أستاذ سلام. الله يخليك. إخوانك وزملائك من الفنانين الشبان اللي طالعين اليومين دول. أيوة. بيقولوا أغنية شبابية، تقدر تفسرها لي يا أبو علي؟ لا والله يا أستاذ عبد السلام، هو مش أغنية شبابية، هو يعني أنا مش عايزين نسمي الأغاني. زمان الأغاني كانت موجودة وحلوة وكلها مفرحة وكلها رومانسية وكلها بتمسنا كلنا، وما كانش ليها مسمى. يعني هي في أغنية وطنية، في أغنية عاطفية، في مينولوج، إنما هم ما سموش أغنية شبابية. الأستاذ حليم عمل، وحضرتك طبعا كنت منور معاه الشاشه، عمل بحلم بيك، انا بحلم بيك، اول مره تحبي قلبي، كلها اعمال جميله. فيعني هي مالهاش مسمى، هو في اغنيه حلوه وفي اغنيه مش حلوه. حسن، في حاجات كتيره قوي انا بلاحظها فيك وكجيل جديد. خير يا استاذ سلام. بتحب الشهره والفلوس. ما يعني اعتقد ان مفيش حد ما يحبش الشهره وما يحبش الفلوس. يعني الفلوس حلوه والشهره احلى. نعم. أي. بس لو لقيتوا حاجه جديده اقدموا عليها. لو لقينا حاجه جديده نقدم عليها. يعني انا متهيألي الكلام يا حسن. الكلام مش عاجب حضرتك الكلام؟ لا انا معاك، انا مع حضرتك ان في ناس بتقدم اعمال دون المستوى، ولكن في نفس الوقت برضو في ناس بتقدم اعمال مستواها كويس. وانا دايما بحب اتكلم عن الشخصيات اللي بتقدم اعمال جيده، وما بحبش اذكر ابدا الناس اللي هي بتقدم اعمال دون المستوى. انا مع حضرتك طبعا، يعني كل القديم انا واحد من الناس اتعلمت منه، الاستاذ فريد، الاستاذ عبد الوهاب، الاستاذ عبد الحليم حافظ، كل دول بالنسبه لنا احنا قدوه ومثل. ولكن مش عايز ناخد كل اللي موجود علينا وحش، والله في ناس بتقدم مجهود لازم يعني نهتم بيه ولازم نراعيه، في اصوات حلوه قوي جديده، وفي اصوات موجوده في الساحه، الاستاذ الحلو، الاستاذ الحجار، الاستاذ مدحت صالح، كل دي اسامي برضو يا استاذ عبد السلام ليها جمهورها، والناس بتقدم فن محترم فعلا. يعني حاول يا حسن ما تستعجلش ونقي الكلام من فضلك. والله انا يمكن من الناس اللي هم فعلا فعلا مش مستعجلين، يعني يمكن في ناس تقول لي انت خطواتك مش سريعه، ده راجع لاني فعلا فعلا عايز اقدم اعمال تعجب الناس. يمكن انا كل اللي انا قدمته للناس حوالي 4 أو 5 اعمال، ولكن الحمد لله كلهم لقوا استحسان عند الناس، وما عنديش استعداد ان انا اضحي بالاربع حاجات دول او الخمس حاجات اللي انا عملتهم، لاني كل بني ادم بيقابلني في الشارع بيقف يسلم عليا، اعتقد ان ده في حد ذاته مكسب كبير جدا، وما عنديش استعداد ان اضحي بيه ابدا يعني على الاطلاق. بمناسبة كلامنا بقى عن المواهب الجديدة والوجوه الشابة، معانا الفنان الشاب محمد الشقاقيري. طبعا طبعا طبعا. اهلا اهلا يا محمد، اتفضل. مساء الخير. مدام ليلى، هبتدي بالسؤال لحضرتك، هل الفن موهبة ولا واسطة؟ واسطة؟ لا، ما عمره ما كان واسطة. هو ممكن الواسطة تنفع في التقديم. لو الفنان عنده موهبة هيمشي، ما عندوش موهبة هيرجع. لكن الواسطة تنفع ان احنا نقدمه طبعا، لان اي واحد ممكن يبقى موهوب جدا بس ما حدش بيقدمه، او مش عارف يقدم الفرصة. نفسه، ما فيش الفرصة نقدم نفسه. فتفضل. ده على حسابي على فكرة. لا لا، دي قاعدة بالمشاريع. لا، ده على حساب البرنامج. دخل معايا. فأنت قصدك يعني عشان محمد شقاقيري؟ أنت فهمت طبعا.
بس الطريقه غير مباشره. لا انا اقول لحضرتك على حاجه. هو ما فيش شك يعني انا استاذ ابراهيم شكونكيري هو عمي. ما فيش شك هو ليه دور كبير قوي. مخرج متميز الحقيقه. الحمد لله. هو ليه دور كبير قوي ان انا طبعا اللي انا وصلت له حتى الان يعني. بس يعني انا دخلت المعهد زي اي حد عايز يتطرق حبا في الفن من خلال عمك يعني؟ لا انا بحب الفن من زمان جدا من يعني من كل الممثلين اللي مثلوا من الابيض واسود هو اللي حببني الجيل ده هو اللي حببني في العمليه قوي. فدخلت المعهد زي اي حد عايز يصقل يعني الموهبه اللي عنده. المعهد مفيد جدا افادني جدا. واشتغلت انا يعني كميه الاعمال اللي اشتغلتها مع استاذ ابراهيم هي تقريبا اربع اعمال مش اكتر. اشتغلت مع مخرجين تانيين كبار جدا وافادوني جدا بالتقريبا. ابرز الاعمال اللي قدمتها انا بعتز جدا انا حققت حاجة. انا بعتز قوي بنونه الشعنونه مع مدام ينعم محمد علي وبعتز بالحاوي مع استاذ يحيى العلمي. عملت دور صغير قوي في اهالينا بس كانت تركيبه غريبه قوي كده بس الحمد لله ناس كتير رضيت عنها يعني. وما انا ما عنديش عمل مميز يعني انا كل حاجه عملتها حبيبها قوي. طيب يا بنات يا حلوين هستأذن انا بقى قبل خناقه امريكا وشبرا ما تبتدي. باي باي. سلام يا عبد. طنط تعرفي محيط الدايره بيساوي ايه؟ انا اعرف طوله كتر في اقراص يا بنت امشي على جوه. معلش يا ست اخر مره والله العظيم غصب عني انت مالك انت ميدو انا بس خش اوضتك ذاكر حماده ايوه انت مش كنت علمي؟ محيط الدايره بيساوي ايه؟ يا طنط العمليه مش طالبه كبري دماغي اهي حاجه مضروبه في حاجه وخلاص. عموما دلوقتي بقى ندخل في فقرتنا الاختراعات العلميه والتطور الحديث اللي هو تحقق طوال كل هذه السنين واحنا داخلين على بوابة القرن 21 وكل يوم اختراع جديد بتلاحقنا التطورات العلمية. لكن كل إنسان بيبقى له موقف من التطور ده وفي بعض الأشياء بيرفضها يقول ما استعملهاش وخليني أنا عايز طبيعتي وعايز كذا. وفي إنسان بيكون بيلاحقها يعني كل ما يظهر شيء جديد مثلا زي موضة. علماء 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 فكروا لاجل البشريه عملوا لنا الاختراعات بتفيدنا 100% الف مليون اختراع بعد كفاح وسهر وصراع يلا نشوف اخترعوا ايه يلا نشوفهم يلا اوكي. انا عايز اعرف ليلى طاهر موقفها من هذا التطور وهذه الاختراعات. لا طبعا هو الاختراعات والتطور شيء مطلوب وجميل وحضاري وجميل جدا لكن هو انا ليا راي في انه بعض الاختراعات ولو انها مفيده جدا جدا الا ان بعض الناس بتسيء استعمالها. يعني اذا قلنا الذره ده شيء فظيع وله فوائد عظيمه على العالم كله انما ممكن نسيء استخدام الذره وندمر بها العالم. ممكن مثلا اقول لك التكييف اللي بنحطه في البيوت وللسائع والبارد وجميل طبعا ما بنقدرش نستغنى عنه دلوقتي كلنا لكن هو يعني قد ما هو مفيد قوي قوي قد ما احنا اسأنا استعماله. يعني النهارده تلاقي مثلا كل البيوت جواها تكييف مقفلين البيبان مقفلين الشبابيك مقفلين الدنيا كلها وقاعدين في حاجه مقفوله بالتكييف وسعداء الحر بقى برد والبرد بقى سخن وكده. فين بقى الهواء بتاع ربنا النقي؟ فين الشمس الحلوه اللي كنا بنستفيد بيها زمان قبل ما يبقى فيه تكييف؟ كنا نفتح الشبابيك والبلكونات ونخرج علشان نشم الهواء الحلو ده. كان فيه صحه. النهارده الصحه راحت من التقفيله دي ومن استخدام التكييفات الكتير قوي دي وتقفيل البيبان. كنا ما يبقى الدنيا بقى الهواء السخن اللي بيطلع منها والبيوت جنب بعضها خلى الجو وحش. في لما الدنيا كانت برد نقعد في الشمس نستفيد من الشمس. النهارده احنا ما بنشوفش الشمس مقفلين وقاعدين في التكييف عشان نبقى ناخد تروة. غير ما اللي بتقوليه بقى بالظبط انه كل التكييفات دي بتطلع عوادم بره في الشارع فبقى الجو نفسه ملوث. احنا بوظنا الدنيا. جالنا اختراع مفيد احنا خليناه بقى مضر. مثلا نقول ايه؟ التلاجة مثلا. التلاجة دي بقى مفيدة خالص مفيدة جدا عيب سلبي مش ممكن بيت النهاردة يستغنى عن تلاجة مهما كان الفقير والغني والعالم كله. لكن التلاجة خلتنا نعمل ايه؟ نروح مخزنين فيها اللحمة والأكل وتقعد بالشهور شهر بحاله مثلا مالين الفريزر لحمة
طب ما هي ضاعت، راحت فايدتها، خلاص راحت كل فايدتها. فين الاكل بقى اللي بيمري عليه زي ما بيقولوا؟ وفين فوائد الخضروات واللحوم والاكل؟ طب يلا بقى نسافر ونشوف. خلاص ايوه الباسبور، انت لسه بتقول اهو الباسبور وصل، ما تستعجلش. ده اكيد بقى اتفضل. ده ليا انا وشنطه سفر كمان صغيره معانا، ميرسي قوي. بس فيها اللوازم الاساسيه. شوف صورتي بس. مظبوط. ده مش بتاعي. لا تمام، انا جبتها. انا جاهزه للسفر. يلا طب قولي لنا بقى سافرتي فين وفين؟ في كرتنا الارضيه هنلف نلف نلف زي الشعوب يا صاحبي، عن بعض بتختلف. يلا نشوف عاداتهم، نسمع اغنياتهم، كل شعوب الدنيا. انا بحب السفر جدا، يعني بجد متعه في السفر، والسفر في حد ذاته يعني ممكن ايه، يعني مش اغمض وافتح الاقي نفسي في بلد، لا انا احب رحله السفر في حد ذاتها جميله. والمطار واشيل الشنطه واركب الطياره وانزل وبتاع، يعني دي نفسها جميله. البلاد المختلفه طبعا انا بحب اشوف اكبر عدد من البلاد، ولازم كل سنه يبقى لي رحله ابعد عن الشغل شويه، ابعد عن كل المواضيع والمشاكل و الى اخره، واستمتع برحله وارجع. ساعات بتتكرر نفس البلد مره واثنين وثلاثه، زي باريس مثلا، انا دي بتتكرر كتير قوي، بحبها جدا. ليه بقى؟ عشان الملابس ولا علشان الفن؟ لانها بلد صحيه، بلد مصحصحه كده وشرحه وجميله، يعني تدعو الى البهجه. يعني انا ما بكون هناك بحس اني سعيده، الناس في الشارع مبسوطة، والقهاوي كتير. يعني مثلا بمناسبة القهاوي، تلاقي هناك في شانزليزيه مثلا قهاوي كتير، ستات ورجالة وأطفال وعيال قاعدين عليها. تروحي في ميدان الأوبرا تلاقي قهاوي كتير وستات، في أي مكان تروحي تلاقي قهاوي في الشارع. مش معنى كلمة قهوة يعني راجل ماسك شيشة، مش شرط، يعني ممكن تكون مكان اقعد فيه. هنا في عندنا اماكن في اسكندرية الستات والرجاله، على الكورنيش على فكره في دي موجوده، في اسكندريه بس، وعدد قليل جدا وفي مناطق محدوده. انما انا نفسي يبقى ده موجود في مصر كتير. يعني مثلا انا نزلت في الشارع اشتري حاجه او اقضي مصلحه وعايزه استنى ميعاد عشان اوصل بعد شويه، اروح فين؟ اقعد في العربيه ولا اروح اقعد في لوكاندا فوق، ولا اخش في مكان مقفول كده؟ طب ليه يعني؟ طب ما اقعد اشرب فنجان قهوه ولا اي حاجه في مكان مفتوح، يضر في ايه يعني؟ يعني دي من الحاجات الظريفه البسيطه اللي ما فيهاش عيب ولا حاجه. فمثلا دي باريس يعني. رحت معظم بلاد العالم الا افريقيا ما رحتهاش. عايزه اروح انا اشوف في الجنوب نندرران واشوف الوحوش واشوف الغابات. يعني هي دي لسه اللي ما شفتهاش. لكن رحت الصين، رحت اليابان، رحت امريكا، رحت اليونان، رحت انجلترا، رحت المانيا. ايه اللي لفت نظرك فيهم زي القهاوي اللي في باريس؟ في الصين مثلا، في الصين الاكل، اعوذ بالله. مش متعودين على نظامهم في الاكل ابدا. لا انا مره احكي لكم بس قصه حصلت لي، ماساه. مره كنا في الاوتيل كده، وبعدين قلت ايه انا النهارده، يعني عارف الرحلات دايما الواحد ايه يبقى بره على طول، وساندويتش واي اكله واجري علشان اتفسح واشوف اماكن. فيوم قلت لا انا عايز اكل بقى اكله بشبعه يعني. فانا هنزل في الاوتيل بالليل وادخل المطعم واقعد كده واكل اكله جميله. قالوا لي ده فيه بوفيه مفتوح فيه ما لذ وطاب. قلت اوكي النهارده انا ملزه وطاب. دخلت البوفيه شكله يجنن، اشكال اكل رائعه ولونها احمر وجميل يجنن كده، فراخ ولحمه ومش عارف كفته وما اعرفش ايه كده، وبوفيه تاني اسماك وجمبري وحاجات وكله احمر جميل كده. قلت بس النهارده يعني انا بوظت الرجيم بقى. رحت ماليه طبق محترم حاجات بقى، قلت بلاش الاسماك، لحوم وفراخ ومش عارف ايه. وقعدت اول قطمه والاقي الفراخ بالعسل واللحمه بالسكر والمعرفش والبتنجان بالمعرفش العسل، كل الاكل
عسل وسكر. اكلت يا ترى اعشاب بحريه بقى والرز اللي من تحت الميه والكلام. المهم اكل. انا ما اكلتش. انا رحت رامي الطبق ده قلت لا خليني في السمك. رحت جبت سمك لقيته بالسكر. يا اخت تخيلوا سمك بالعسل والسكر. طب فعلا اكل الصين صعب قوي قوي. وامريكا رحتيها؟ رحت امريكا عده مرات لانه ابني كان بيدرس هناك فكنت كل سنه لازم اعمل زياره. طبعا زرت ديزني لاند. وزرت الديزني لاند وزرت الاستوديوهات وطبعا لازم الحاجات دي احنا نشوفها كفنانين. وشفت بقى عده ولايات هناك. الحقيقه الطبيعه كمان جميله قوي 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 يعني بلاش نيويورك. نيويورك في حد ذاتها يعني بلد جميله لكن مصنوعه يعني الناطحات السحاب والبيوت والاماكن كلها صناعه جميله. لكن الولايات الاخرى بقى تلاقي فيها جمال الطبيعه نفسها بتاعت ربنا بقى. محمد انا عارفه ان انت عندك ميعاد واحنا اخرناك بما فيه كفايه فاحنا بنشكرك. لا ده انا اللي بشكرك جدا وانا فعلا استمتعت بالقعده ديت واستمتعت بسيادتك مع الجمهور العظيم ده واتمنى يا رب ان شاء الله. ميرسي. السلام. السلام مع الف سلامه. على فكرة احنا معانا ضيف عزيز علينا وبنقدم ليه دلوقتي معاه فقرة يمكن لأول مرة بنعملها في البرنامج. ايه هي بقى؟ الدكتور محمد شعلان الطبيب النفسي المعروف. جميل. اهلا يا دكتور. اهلا يا دكتور. اهلا يا دكتور. اتفضل حضرتك. يبقى احنا حظنا كويس انه اول مره الفقره دي تحصل معانا. ايوه. دكتور محمد حضرتك عايز اقول لكم انه متابع البرنامج من الاول. وبصفتك طبيب نفسي في البدايه كده شخصيه مدام ليلى وشخصيه الفنان حسن ومحمد الشوفان كلوري. لا ده اسمه سوء استخدام المهنه. لان زي ما بتقولي في كلمتين بس بلاش كل حاجه. انا يعني انا يهمني اعرف راي حضرتك. في قانون في اليابان ان اللي عنده حبل اسود الحزام الاسود ايوه ويتخانق في الشارع يعتبر ان هو عمل قاتل. فالطبيب النفسي الطبيب النفسي اللي يتكلم عن شخصيه حد تاني يعتبر عمل قاتل. بس اذا كان الشخص ده عايز اذا كان هو موافق. يعني قول الحاجات الحلوه وبلاش الوحشه. مظبوط. لا مرحك الحقيقه معدي جدا وسلاستك في الكلام وقدرتك على انك تنتقلي من موضوع لموضوع من غير تفكيك يعني مش مفكك ولكن بيلفنا ونروح زي النهر كده. جميل. هو ده رايي. عجبني في الاستاذ حسن كمان انه التلقائيه وخاصه لما ابتدى يغني بتبين شخصيته بتبين قلبه من جوه. وفوق كده التواضع الشديد. الله يخليك. يعني اللي كان باين فيه. طب ومحمد الشقنقيري هو سابنا بس نبقى نقول له. انا وقتها كنت قاعد في الاوضه اللي بره فما سمعتش دكتور شعلان ممكن العصبيه والعناد اللي كانت فيهم في شلش اثناء تمثيلها الدور ده بينعكس عليها في البيت؟ تتأثر الحالة العصبية والنفسية للفنان؟ من مشاكل الفنانين وخاصة إذا كان فنان كويس إنه بيعيش دوره لدرجة إنه مرات ما يقدرش يميز بين التمثيل وبين الحقيقة. لأنه متقمص الدور فعلا من جواه. عشتيها الفترة دي من ليلى؟ بيحصل لما يكون دور صعب شوية أو غير عادي. يعني غير عادي واضطر ان انا ادخل فيه واتقمصه فبيبقى بعيد عني قوي فلازم بعيشه قوي فعقبال ما اخرج من الاستوديو افضل عايشه جوه الدور ده لغايه ما اروح يعني وانا في العربيه وتلاقيني بردد الكلام جوايا وبعيش في نفس الشخصيه وكده وبعدين اخرج نفسي منها بالعافيه يعني انا بحاول اخرج نفسي والله. منها الحقيقه احنا رحلتنا خلاص انتهت رجعنا وجولتنا ورجعنا لقواعدنا سالمين. نقلع القناع. ايوه على القناع. كنتوا حاطين قناع دلوقتي انا حاسه انكم على طبيعتكم. لا خالص والله على الاطلاق. لا بنشكركم جدا بنتمنى تكونوا استمتعتوا بالرحله زي ما احنا استمتعنا بيكم. احنا استمتعنا ويا رب الناس يكونوا استمتعوا.
في نهاية جولتنا أعزائي المشاهدين بنشكركم، نشكر ضيوفنا الفنانة المتألقة دائما ليلى طاهر. والفنان المطرب حسن فؤاد. الطبيب النفسي الكبير دكتور محمد شعلان. وكان معانا الفنان الشاب محمد الشقنقيري. طبعا. نشكركم ووعد بلقاء جديد ونجوم جدد فرسان حول العالم. Ba 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 ba